لأنه ما في حدا بيمثلنا، لأنه بحس حكي فاضي يعني. إن شاء الله لو بمليون دينار. ما في داعي تنتخب إذا ما بتختار الناس الصح. مش دنيء نفس أنا، لأنه الصوت أمانة. ليش أبيعه؟ فليش أنتخب شخص وأعطيه أمانة وما يكون قدها؟ حتى لو أخوي بيرشح حاله على انتخابات وهو مش صاحب ثقة، أنا ما بنتخبه، بنتخب صاحب العلم، صاحب الثقة، وصاحب المبدأ اللي هو اللي بدبني فيه الوطن هذا. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وقفت اقول لك. احنا حاليا مقبلين على فتره الانتخابات النيابيه وقرعه جديده من الانتخابات النيابيه. كلنا متفقين انه احنا عندنا مشكله بموضوع الانتخابات واختيار النائب من ناحيه فزعه او حتى من ناحيه بيع اصوات. وكشعب اردني عندنا ثلاث انواع من الناس اللي بتنتخب. النوع الاول اللي هو ابن عمي نزل على الانتخابات، كلنا لازم نوقف معه وندعمه، فزعه. النوع الثاني اللي هو اصلا من الاساس ما بينتخب، ما بشوف حدا كفؤ انه ينتخبه فما بينتخب، مع انه هاي مشكله كبيره ولازم الكل ينزل ويعطي صوته له، صوتك هو اللي بيغير حال البلد. النوع الثالث اللي هو اللي بيبيع صوته للي بيشتري الاصوات. واليوم احنا نازلين على الشارع لنشوف مين مستعد يبيع صوته ومين اصلا بنتخب. خلينا نشوف، انت بالنوع اللي بتنتخب ولا لا؟ بصراحه لا. ليش؟ لانه ما في حدا بيمثلنا ولا حد بيمثلك. بكل شفافيه وواقعيه يعني ما بنتخب. يلا ليش؟ لانه بحس حكي فاضي يعني. انا لا بدي انتخب ولا بدي ان شاء الله لو بمليون دينار. لا والله. ليش؟ والله اول شيء ما عنديش المعلومات الكافيه الموضوع. ثاني شيء بصراحة مرشحين ما بعرف عنهم كثير. أنت من الناس اللي بتنتخب بالانتخابات ولا لا؟ أكيد نعم. ما في داعي تنتخب إذا ما بتختار الناس الصح. والله كنت أنتخب. يعني لا، في الأيام هاي جزء لا. لو صح لك تبيع صوتك ب 100 دينار. ولا صراحة. ولا بمليون. والله والله كف. لا. ليش؟ ما بنتخب. لو حتى حد يدفع لي ما بنتخب. ما بت... إجا كثير والله. إجا كثير؟ الفترة هاي كمان 50 دينار. خمسين؟ بقول لك ميجة. رفعت لك الكوز. الحرام. الشغلة مش بالمية، الشغلة إنه ولا بالمصاري، الشغلة إنه الواحد إذا بده يقعد على مقعد النيابة المفروض يكون قد المقعد. يا بكون قده يا بلاش. أولاً الواحد مش بحاجة إنه يبيع صوته، أو يعني شو المقابل المادي الواحد يعني اللي بيع صوته عليه. يعني ما بروح 500. لا أوف شو الأصوات هلا. 1000. لا ما التسعير عنا ما بتوصل لي. الله. ضامن يعني. لا عارف التسعير لا. لا يلا عاد. لا لا والله والله مش. ليش مش دنيء نفس انا يعني. والله كف ابيعه. ليش ابيعه؟ انا بسالك. لا ببيعه. يعني بتنتخب حدا ثاني؟ اللي بيدفع ليش بنتخفه. اللي بيدفع لكش مش اللي بيدفع ليش، اللي بيكون كويس مؤهل اني انتخبه بنتخبه. لا طبعا. ليش؟ لانه الصوت امانه، لازم يوصل لصاحبه اللي يقدم لنا الخدمه من دون اي مقابل. طب ما هو على الجهتين انت مش راح توصلك الخدمه، لا انتخبت ببلاش او بمصاري. لا بجوز نلاقي ان شاء الله انه نلاقي الشخص يعني اللي يستاهل. نلاقي حدا يستاهل. طبعا انه ان شاء الله انه نلاقي. هيك لازم كلنا نطلع ننتخب وندور على الشخص المناسب. طبعا ان شاء الله. هسه اللي بيفعل وبيعمل ببين اثره في الارض الواقع، بس انا مش شايف شيء على ارض الواقع. فليش انتخب شخص واعطيه امانه وما يكون قدها؟ ابيع صوتك هيك استفيد. ليش ابيع الصوت عفوا؟ يعني بس تبيع صوتك عفوا جاك 100 ولا 200 ليره ايش راح يخلصوه؟ بيخلص انسى قدام ربنا عنه. لانه غسيل مال اسود اولا، واثنين مال سياسي، وثلاثه بتهيئ فرصه للشخص اللي لا يستحق المنصب. لا يستحق المنصب. نعم. ولا 1000 ولا 2000 عفوا، لانه اذا بدي ادفع 1000 النائب اللي انا صوتت له حيبيعني بالاف. حيبيعك بالاف. ليش؟ حيشرع قوانين هو مش فاهمها. حجيب واحد مش بمحله. حجيب واحد اولا اشي مش بمحله، ثاني اشي انا كل واحد بيبيع صوته، كل واحد بيبيع صوته باع الوطن، ما باع صوته بس، باع الوطن وباع اللي حواليه كلهم. انا بحترم كل واحد بيختار نائب، حتى لو اخوي بيرشح حاله على انتخابات وهو مش صاحب ثقة، أنا ما بنتخبه، بنتخب صاحب العلم، صاحب الثقة، وصاحب المبدأ اللي هو اللي بدبني فيه الوطن هذا. هذا الوطن بده ينبنى من أبنائه، مش بدنا نجيب ناس من برا يبنوه. إذا ما انبنى من أوطان من أبنائه عمره ما بينبنى. وهي رسالة لكل واحد بيرمي صوته. مقاطعة الانتخابات، ما هو هذا كمان إبداء رأي، نوع من إبداء الرأي، إنك أنت مش مقتنع بأي واحد موجود في مجلس النواب يعني.